الواتساب اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم خطير ديال بصح. هادشي اللي غادي نشارك معك وهاد المميزات اللي غادي نشارك معك في هذا الواتساب عقلك غادي يحبس. الميزه الثانيه اخفاء جاري الكتابه. شتي ديك العيبه اللي كتبان لك بانه راه داك الشخص كيكتب، يعني نقدر انا نكون كنكتب لك شي حاجه ما غاديش تبان لك بانه انا راه كنكتب لك ميساج. الميزه الثالثه نقدر انني نخفي دوك جوج الشرطات اللي كيبانوا لك في حاله ما صيفطتي لي ميساج وكنت انا متصل بالانترنت، فكيمكن لي انني نحيد دوك جوج الشرطات واخا تصيفط لي ميساج وغادي نشوف وغادي ندخل غادي نشوف وما غاديش تبان لك نهائيا بانه راني توصلت به. الميزه الرابعه تعديل الرسائل. نقدر نصيفط لك ميساج دابا اليوم في هذه اللحظه هذه والغد لي غادي تناد معايا الحال وغادي نقول لا ما كانش غادي نصيفط لي هذا الميساج وغادي نعاود نغير في داك الميساج واخا انا راه صيفطته لك وانت شفتيه ولا ما شفتيش. نقدر انني نعاود نعدل على داك الميساج نعدل فيه كيف ما بغيت، لكن هذه الميزه باش مزيانه كتقدر انك تشد داك الميساج نفسه وتعاود تعدل عليه. ودابا اي واحد يمكن له انه ينكرك في حاله ما كنصيفط لك شي ميساج ومن بعد غادي يعاود ينكرك بانه راه ماشي هو اللي صيفط لك داك الميساج لان كيعدل عليه كيف ما هو بغى. الميزه الخامسه نقدر مثلا نكتب لك ميساج دابا في هذا الوقت ولكن ما بغيتش يوصلك داك الميساج حتى الغدا مع 12 ديال العشيه. نقدر نعطي الواتساب باش انه هذا الميساج ما بغيتوش يوصل لهذا الشخص هذا حتى الغد ليه مع الوقت فلان فلاني، واخا انا راني صيفطو لك دابا وانا غادي مسافر ولا غادي شي بلاصه ولكن ما باغيش داك الميساج انه يوصلك حتى الغد ليه مع الخمسه ولا مع السته ولا مع اي وقت انا بغيته. الميزه السته منع حذف الرسائل. تقدر تصيفط لي شي رساله وغادي تنادم معاك الحال وغادي تمشي تبغي تمسحها، واخا تمسحها من عندي باش ما تبانش ليا انا نقدر انني نشوف ديك الرساله ولا داك الفوكال واخا يكون فوكال يكون اللي باغي يكون وتمسحو انت من عندك ومن عندي فنقدر انني نشوف ديك الميساج ديالك ولا داك الفوكال ديالك واخا مسحتيه من عندك. الميزه سبعه قطع الاتصال. نقدر نكون كونيكتي وخدام كونيكسيون ولا خدام الواي فاي وداخل اليوتيوب وداخل هذا الواتساب وداخل الانستغرام ولكن انت غادي يبان لك بانه انا ما فاتحش ولا انا سد كونيكسيون، ما غاديش تعرف نهائيا بانه انا راني فاتح كونيكسيون اولا خدام بالواي فاي نهائيا واخا نكون متصل بالواي فاي ما غاديش تعرف. وفاش كتصيفط لي الرسائل كتبان لك شرطه واحده فقط، يعني هاد السيد هذا ما مكونيكتيش مع انه انا راني مكونيكتي بالواتساب ومكونيكتي بالواي فاي وداخل الواتساب داخل اليوتيوب داخل الفيسبوك كنتصفح كيف ما بغيت على راحتي وانت ما غاديش تعرف بانه انا راني خدام بكونيكسيون، كيبان لك ديما ديك شرطه واحده بانه راني ساد حاليا. الميزه 8 حمل ستوريات بدون برامج. تقدر انت تحط ستوري وانا غادي نتيليشارجي اي ستوري حطيتيها بدون ما نستعن بتطبيقات او لا مواقع، فقط من الواتساب كنتيليشارجي اي ستوري انا بغيته ونخلي عندي في التليفون او لا نخدم به الا كنت باغي نعاود نخدم به. الميزه 9 مشاهده ستوري بدون علم شخص اخر، يعني نقدر نشوف ستوري ديالك وانت ما غاديش تعرف بانه راني شفت ستوري ديالك. كذلك تقدر انك انت تمنعني من مشاهده ستوري ديالك، يعني غادي تقول محمد اي ابراهيم او لهذا الشخص او فلان ولا فرتلان ما بغيتوش يشوف ستوري ديالي، واخا دير هذه القضيه هذه انا كيمكن لي نشوف داك ستوري ديالك وما غاديش تعرفني نهائيا بانه راني شفته. الميزه 10 الرد التلقائي. ديك الرساله اللي كتكون اوتوماتيكيه يعني بلا ما تحتاج انك تبقى تعاود دائما ديك الرساله، وكيديروها الاغلبيه ديال الاخوان الاخوات اللي كيديروا الرقم ديال الخدمه، يعني كتكون واحد الرساله اللي كتكون تلقائيه وكتوصل اي واحد كيصيفط لك ميساج كتقول لي دابا حاليا غير متوفر سوف نرد عليك في الوقت الحالي، المهم كل واحد فيكم وشنو كيكتب في ديك الرساله اللي كتكون تلقائيه. الميزه 11 اللي غادي تكون الميزه الاخيره اللي غادي نتكلموا عليها واللي هي استعمال رقمين في نفس الواتساب. تقدر انك تستعمل رقمين يعني جوج ارقام ديال الهواتف في واتساب واحد كيف ما كنديروا في تيليجرام ولا كيف ما كنديروا في الانستغرام، يعني كتفتح جوج حسابات في نفس التطبيق نفس الشيء في تطبيق واحد ديال الواتساب. كيمكن لنا اننا نخدموا بجوج ارقام ديال الهواتف تجنبا للستوكاج ديال الهاتف باش انني نزل بزاف ديال الواتسابات يكونوا عندي في الهاتف ديالي والذاكره ديال الهاتف كتكون ضعيفه. مع هذا الواتساب هذا ومع هذه المميزات هذو تقدر انك تستعمل جوج واتسابات في نفس التطبيق. هذا الشيء اللي كاين كاينين بزاف ديال المميزات لكن فقط نكتفيو بهاد 11 اللي هما مهمين بزاف. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نتيليشارجيو الواتساب وغادي نتيليشارجي معكم اخر اصدار ومن الموقع الرسمي فاديا لبعض الروابط اللي كيكونوا فيها فيروسات. تبع معايا الشرح بالتفاصيل غادي يكون بالهاتف وكذلك غادي تبقى دائما تستافد من التحديثات، فقط تبع معايا هذا الشيء اللي غادي نعطيك وتبعوا معايا بالتفاصيل والشرح غادي يكون بالهاتف. وقت ما كان تحديث غنوريك شنو غادي دير في حاله ما توقف لك الواتساب ديالك على العمل لان دائما كيكونوا تحديثات جديده وغادي تبقى دائما تستافد من اي تحديث جديد مع المميزات اللي كيجيو مع كل تحديث جديد. الا كنت اول مره كتفرج فيا ما تنساش دير لايك للفيديو اشتراك في القناه وتسنى الجديد ديالي فوقت ما كان الجديد غادي نشاركه معكم. اما بالنسبه للاخوان الاخوات اللي كيبغيو يشاركوا معنا في الدعم ديال المسابقه راه مازال مستمرين كندعم لكم القناه ديالكم بالمجان. باش انك تشارك معنا في المسابقه لايك الفيديو هبط حتى تعليق لتحت وتكون داير اشتراك في القناه. نزيدكم بالنسبه للاخوه اللي كيسولوني على الاستشارات راني حاليا دابا بديت، الرقم غادي نحطه لكم في الديسكريبشن اولا غادي يبان لك الرقم ديال الفريق ديالي هنا الفوق. كدير استشاره معايا انا بواحد السعر اللي هو معين في حاله ما كنتي بغيتي تسولني في واحد التخصص ديالي في اليوتيوب، عندك مشكل في الادسنس بغيتي تسولني في شي حاجه بغيتي تخدم على القناه ديالك على الصفحه ديالك على الفيسبوك م
مهم داكشي اللي انا كنعرف ليه، لان بزاف ديال الاخوان كيقولوا يعني الفريق ديالي بغينا نديروا استشاره مع محمد ومستعد انني نخلص. لهذا حاليا راني وفرت لكم هذا السيرفيس هذا. المهم بغيتو تعرفوا يعني جميع التفاصيل، غادي تهبط لتحت وغادي تلقى الرقم ديال الهاتف ديال الفريق ديالي، اولا غادي يبان لك الفوق على الشاشه، واستشاره بطبيعه الحال غادي تكون مدفوعه. هادشي اللي كاين، دابا ندوزو للشرح، نبداو على بركه الله. اولا غادي تدخل لجوجل كروم وغادي تكتب الاسم ديال هذا الموقع اللي هو mywheel.com، تدوينه اللي كتلقى فيه اي حاجه كنتي محتاجه. من بعد كدير اونتري، كيطلع لك الاختيار الاول اللي هو mywheel.com، تاكد بانك دخلتي mywheel.com، هو هذا كتكليكي عليه. من بعد كطلع لك الواجهه على هذا الشكل هذا، كتجي تكليكي على ثلاثه ديال الخطوط هذو، لا كتجي تهبط لتحت كامل. هنا كتجي تكليكي على تطبيقات، هذه كتكليكي عليها. من بعد كتجي لهذا الاختيار اللي هو طريقه تحميل واتساب ذهبي، كنكليكيو عليها. من بعد كتجي تكليكي على تحميل واتساب ذهبي، هذه بالصفر. من بعد كتجي تكليكي على هذه اللعيبه هذه باش نتيليشارجيو. ها هو كيتيليشارجي لي دابا الفوق هنا، جاري تنزيل ملف واحد او الفوق هنا. من بعد ما تم تنزيل ملف كنديرو فتح هنا، هادو لو داتا تثبيت هذا التطبيق كنقول ليه تثبيت. تم تثبيت التطبيق كنكليكيو على فتح. هنا كدير اللغه اللي بغيتي تستمر بها، هنا الا بغيتي باغي تخدم بالصوره كدير السماح. من بعد كدير هذا السهم هذا، كتختار اللغه كدير السهم، كدير الموافقه والمتابعه. هنا كتدخل الرقم ديال الهاتف ديالك اللي انت باغي تخدم به، نديرو التالي. هنا قال لك هذا هو الرقم الصحيح ام انك تريد تعديل الرقم، كتقول ليه موافق. هنا غادي يوصلك واحد الرقم، يعني في واحد الكود عفوا في داك الرقم اللي انت حطيتي. الى ما وصلكش الكود كدير هل تحتاج الى مساعده في الوصول على الكود، هنا كتقول لي مثلا اعاده ارسال الكود. من بعد ما دخلت الكود قال لك اكتمال. هنا جهات الاتصال ووسائط الارسال، غير هنا على حساب كنت باغي تخدم بالواتساب، يعني تخدم به الخدمه ديال كلشي في داك التليفون، نديرو ليه متابعه، نديرو ليه متابعه سماح على حساب جهات الاتصال. هنا في حاله ما كان عندك النسخ الاحتياطي باش مزيان دابا هذا الواتساب، النسخه الاحتياطيه يعني دوك لي ميساج كامل اللي كانوا عندك كيعاودوا يرجعوا لهذا الواتساب هذا. ندير مثلا انا تخطي، ما كاينلاش نرد النسخه الاحتياطيه واخا كانت عندي في جوجل كروم. هنا الاسم، كتحط الاسم ديالك هنا، ندير انا غير 1995، كدير التالي. من بعد ما كندخلوا كطلع لينا الواجهه على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الزائد هذا لتحت، كتكليكي عليه راه كتلقى دوك الرسائل، كتلقى كلشي هنا في هذه البلاصه هذه، ماشي بحال الاول. هنا الا كنتي باغي تقطع الاتصال، ها هي الطياره هذه، راه كاينه الطياره فوق اثناء تشغيل وضع الطياره، لن تتمكن من ارسال استقبال الرسائل. هذه يعني صافي، يعني كتسد كلشي، كدير تفعيل. سمحوا لي ديشارجات لي الكاميرا. دونك شنو قلنا بالنسبه لهذه اللعيبه هذه ديال الطياره، كتكليكي عليها هنا كدير تفعيل. انفو كدير تفعيل صافي، السلام عليكم. اي واحد صيفط لك كتبان لي غير شرطه واحده. دابا نجيو ندخلكم بلاصه فين كتلقاو الاعدادات، كتكليكو على ثلاثه هاد الشرطات هادو اللي الفوق، كتجي الاضافات الذهبي. من بعد كتجي لهاد الحمايه والخصوصيه، مثلا هذه اخفاء اخر ظهور، الا كنتي باغي تخفيها راه كتكليكي عليها كتخفيها، يعني اخر ظهور هذيك راه باينه. توقيف اشاره محوله، انتم هادو فعلوهم كاملين. شوف دابا بالنسبه للاعدادات، كل واحد فيكم كيفاش باغي يدير الاعدادات ديالو، كل واحد فيكم شنو هما الاعدادات اللي غادي يكون مهتم بهم. مثلا هاد من يستطيع الاتصال بي، انا اصلا ما بغيتش لي يبقى يعيط ليا صافي، يعني التليفون ديال الخدمه ما بغيتش انا يبقى شي واحد يبرسطا كل يعيط لك. كدير مثلا لا احد، كنتي بغيتي غير يعيطوا لك الناس مثلا من العائله ديالك ولا الاصدقاء ديالك، مثلا الجهات الاتصالي او لا مثلا جهات اتصالي باستثناء، مثلا بغيتي تبلوكي بعض الاشخاص ما بغيتهمش يبقاو يعيطوا لك. هنا في مطلوب اتخاذ الاجراء، مثلا كدير لهم هنا تم الرفض للمكالمه، يعني بوحده بدا يعيط لك شي واحد ديك كطلع لي تم الرفض، فهمتي بوحده. المهم شوف الاعداد دابا راه كل واحد فيكم وكيفاش كيبغي يخدم، يعني ما نقدرش هنا مثلا اخفاء مشاهده ديال ستوري. هنا يعني واخا مثلا نقدر نشوف ستوري ديالك، ما غاديش يبان لك بانه راني شفتو، بقى تفعل هاد اللعيبه هادي شتيها، غير فعلها راه فاش غادي تشوف ستوري ديال شي واحد ما غاديش يبان ليه بانك انت شفتيه. هنا منع حد في الحالات، هادي تخين معايا الا فعلتيها، واخا يعني الشخص تحذف ليه الحاله ديال يعني ستوري ديالو، انت غادي تشوفه واخا دوز يومين ولا ثلاث ايام، مثلا بغيتي تبقى تراقب ولادك ولا بناتك ولا فهمتي، كاين اللي كيدير هذا البلان كيبقى يخبي على والديه ستورياته وهادي الى اخره. فشوف هاد الاختيارات هادو كل واحد فيكم يعني على حسب الاعدادات اللي بغيتي. المهم راه الواتساب راه فيه بزاف بزاف، انا راه ما تكلمت لكم على كلشي. نتوما شنو غديروا؟ غتبداو تنزلوا تشوفوا شنو هي الحاجه اللي بغيتوا تفعلوا. مثلا هاد منع حد في الرسائل حتى هي هادي فعلوها ضروري، باش شي واحد الا جاب الله مسح شي رساله يعني كطلع لك واخا هو مسحها سواء فوكال ولا رساله. هادي مثلا اظهار الصحيح الازرق فقط بعد الرد، هادي حتى كترد عاد باش كتبان دوك. نقدر مثلا انا نشوف لك الميساج ديالك فهمتي، وما غاديش نطلع لك
لك ما غاديش تبان لك هذه مزيانه، غادي تبان لك بانه انا راه شفت واخا شفتو حتى نجاوبك. ملي كنجاوبك عاد باش كتبان لك ديك الشرط زرقين، يعني بعض المرات ما كتكونش مسالي وكتشوف شي ميساج يعني كتشوفو عن طريق الخطا، وداك الشخص كتخاف ليه يتقلق منك يقول لك واه انت شفتي الميساج طلعوا لي شرطات زرقين ولكن ما جاوبتيني حتى الليل، يعني كتفعل هذه باش هكا كتكون مرتاح. المهم كاينين بزاف ديال الاعدادات، بزاف هذه مثلا ديال القفل، نتوما غير شوفوا شنو بغيتو، يعني كل واحد فيكم شنو هما الاعدادات، راه كاين بزاف ديال المميزات، تلقاو الظروف ديال الاعداد تلقاو شنو بغيتو. مثلا هاد القفل الواتساب مثلا كتقفلو بالبصمه او بلا بالرقم السري، يعني واخا تحط التليفون ديالك في الدار حتى واحد ما غادي يقدر انه يدخل الواتساب. هذه ديالاش ديال ديك اللعيبه فاش كتكون كتكتب كتخبى. المهم راه كاين بزاف ديال الاعدادات، غير واحد القضيه الاخوان باش ننصحكم بها الله يرضي عليكم، شنو هما السلبيات ديال هذا الواتساب الذهبي؟ هو مثلا شي واحد مشهور بحالي دابا انا، المهم ما كنعتبرش راسي مشهور مي يعني كيكون الخصوصيات كيكون بزاف ديال الحاجات، بان النمره ديال الدار ولا النمره ديال الخدمه ديالي بيرسونيل يعني كنخدم بها اللي داير فيها لي بنك ديالو كلشي ما كندخلهاش لهذا الواتساب الذهبي، علاش؟ لان ما كيكونوش دوك الرسائل المشفره بين الطرفين. اوكي، اما يعني الشخص اللي هو عادي فيعني عادي جدا، لان يعني داك اللي مديفلوبي هاد التطبيق هذا ما غاديش كل واحد هو غادي يعني صعيب. الوغ مثلا الناس اللي معروفين بزاف، الناس مثلا اللي شي حاجه في الدوله وكذا، ما يمكنش انهم ماشي ميمكنش ما نصحهمش انهم يخدموا بالرقم ديال. المهم انا كنصيحه من عندي كيفاش كندير، يعني كيف ما بغيت الخير راسي خصني نبغي لخوتي. انا هاد الواتساب دابي كنديرو فيه غير النمره ديال الخدمه، صافي كندير فيه غير النمره ديال الخدمه، وتقدر مثلا انت تستعملو مثلا بغيتي غير تقضي شي غرض بديك النمره، تقضي شي غرض مع مثلا دابا كتلقى الاباء والامهات، يعني ماشي ضروري تستعمل شي حاجه فواحد الطريقه اللي هي حرام. مثلا كتلقى الاباء والامهات كيبغيو مثلا يجسسوا على ولادهم شنو كيديروا فين كيمشيو، مثلا كيصيفط لي شي فوكال على اساس راه صيفطوا ليه دري نتلاقى معاك، يعني كيحاول انه يشوف يعني رقب ولادو، ولا مثلا شي واحد كيشك في الزوجه ديالو باغي يتاكد من. المهم ماشي ضروري كتستعملوا في شي حاجه اللي هي حرام. هذا ما كان، هذه النصيحه اللي نعطيكم، نتوما شوفوا كل واحد فيكم شنو هما الاعدادات اللي باغي يقاد. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى ربي تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، الا استفدتوا ما تنساوش ديروا لايك، اي حاجه نسيتها الله يرضي عليكم انا ما كنوجدش حطوا عليها في التعليق لتحت، وتسناو الفيديوهات المقبله ان شاء الله. كان معكم محمد ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.